بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى شيخ الكتاب المبارك الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الكماري البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: وندع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العبد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن خزيم عن عمارة بن قعقاع عن أبي سمعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان هي الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز الأساتذة الكرام، طلبة العزيز، اور پس پردہ طالبات عزیزہ، ہم لوگ جب دار العلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف پڑھ رہے تھے، تو ایک مرتبہ سب ساتھیوں کا خیال ہوا کہ فقیر امت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ، ان سے بھی ایک سبق بخاری شریف کا لینے کی سعادت حاصل کی جائے. چنانچہ حضرت الاستاد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی محدث نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ بخاری شریف جلد ثانی کا ایک درس آپ عنایت فرمائیں. حضرت نے
ہم لوگ کی درخواست منظور فرمائی اور عشاء کے بعد اس وقت درس ہوتا تھا. دارال حدیث تشریف لائے اور ویسے تو کتاب الرفاق کا باب اس کے ابواب چل رہے تھے, لیکن حضرت نے تشریف لا کر سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ قرآن فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ محدثین کا معمول ہے کہ سب سے پہلے یہی روایت طلبا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس روایت کے الفاظ